أغورا، أهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد في ساعتنا الثانية. تواصل معكم حتى للخمسة متاع العشية. مازال نحكيه على موضوع كيفاش تشوفوا عودة التلامذة لمقاعد الدراسة بعد الفيضانات ورجوع المواطن لساق الحياة اليومية في نابل، كيفاش تشوفوه؟ لأنه الحالة النفسية مهمة برشا في الفترة هذه. دونك تنجموا تكلمونا على 72-328-500 بالكومنتير متاعكم مع الباج فيسبوك راديو مات تونيزي. نكملوا مع التليفونات، معنا مدام فضيلة من سليمان. مرحبا وبيك، عايشك ربي فضلك، بارك الله فيك. طمنا على سليمان. أخوي أنا ما خرجتش على خاطر مخطوط الخندق اللي أنا في وسط طويق الدار من داخل خندق. تعرف خندق حساك وحسا قدرك، راهي خندق راهي يجوع على حالة ريحة منسة. جات الحماية خرجت من الماء، كان واصل ما حتى تحت الضبوط الماء. خرجوا وعاود رجعت منه كمية هايلة زادة. ونتوني عم متاع الزيجوة الريحة منسة مش نحكي لك. احنا كانين الفوق بالسيف الدش تنفخ، حالتنا حليلة. شو اسمه الحي متاعكم؟ نهج الخمير. نهج الخمير في سليمان به؟ ايه 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 في الشاطئ. ايه سليمان الشاطئ. ايه ما هو جاء عبد الله صور عدلكم الصورة عن النشر شفتها وهذه تحدي. شفناها ايه. ميزد عاود تقوى. ناتن مش نرمال، وانا خايفة حتى ما انا تسديت روحي. انا انسانة مريضة عندي قداش والمرض وراجلي كيفي. لم كنتي انا اللي غايدتني هي بنتي كالطفلة الصغيرة شو ذنبها. فقلت لهاش حتى حل، ما عنديش ملجأ اخر نلجأ له نمشي لبلاصة اخرى نقلل. راني ما عنديش انسانة زوالية لما تحشوك في طرف بلاستيك هذاك باش عايشة عيشة بربي. ما عنديش حتى ما جيتش حتى حل من فماش. وكان كل عام قعدت تحت خيط ثلاثة جمعات وانا قاعدة تحت خيط انا وقلت وراجي يربطوا تحت الخيط. تو جينا فيها الخربة كان من فيها روسنا هي تعبت علينا بالماء. راي ريحة ناتنا والله العظيم تعمل الكوليرا حشاك. جبنا الكل دخلت الداخل والروايح بتعزي جوال. باي بدا ما فماش معناتها تباتوا فيها انتم تو ولا معناتها تمشي بحد الجيران ولا اقاربك ولا؟ نحن سمحني احنا نباتوا الفوق الفوق باش تنفخ الفوق والريحة رد علينا الفوق. فهمتني؟ أي. الريحة من اللوطة متدر له تاني مرجع علينا الفوق حشاك. فهمتني؟ تحبوا تجيوا تشوفوا ما تطبقتوني ايش جاوا شوفوا. لا مصدقينك مصدقينك مدام مصدقينك. شوفوا هذه ما عيشش فيها حتى الحيوان ما عيشش فيها. احنا نحاولوا انه نتصلوا بالبلدية ولا نتصلوا بالهلال الاحمر التونسي والا المجتمع المدني اللي ناشط في سليمان نوصلوا لهم صوتك وان شاء الله ان شاء الله يجيوك وان شاء الله نخرجوا منها الازمه هذه يا مدام. يعيشكم انا مطلبي الوحيد انكم تشوفوا لي حتى 5 متر ونخرج من الدار هذه نبعد فيها ونبعد حشاك على نتوني. ما عندكش اقاربك بحذاك ولا عائلات تنجم؟ ما عندي حتى حد. حتى انا عايشه اهلي في الساقط واهلي زواوله ما عندهمش. عايشة في سليمان أنا وراجل وبنتي. واضح يا مدام. تعدينا معاكم أنا تعدينا كلمناكم أنا وبنتي وراجل حكينا معاكم أكل ليلة ونازل لجانا عبد الله نهار واضح. أخويا راهي الريحة تقوت علينا يا ولد عمي كنت تشوف حتى من الشارع تشم الريح. باهي يا مدام باهي نحاول نوصلوا صوتك ونتصلوا توت سويت بالحماية المدنية والهلال الأحمر والجمعيات المجتمع المدني اللي موجود في سليمان. وضعية كارثية أخرى زيدا نسمعها في نهج الخمير هذايا في سليمان الشاطئ. كملوا مع التليفونات، معنا مدام سامية من نابل. مرحبا. ألو 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 عسلامة عسلامة يا ودي سامي. مرحبا مرحبا بيك مدام لميا. جميلة 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 مرحبا. دار شعبان يا باب. مرحبا مرحبا بيك. قل لي مدام وينك يا أسامة وحشنا صوتك. يعيشك بارك الله فيك. الحمد لله الحمد لله. طمنا على دار شعبان. طمنا على دار شعبان. والله حمد والله يوني ديجا تلو ما غير ما نحكيك. أنا تو مقعمزة في الكوجينة على بنك ودبشي كله مبلول. الماء نتاع العين مقصوص علينا على الاقل ما يعلمونا. والله العظيم انا عندي السكر والدم ما جيتش حتى صغيرات ما عنديش. ما جيتش كل يجيب لي دبوزه ماء من الحانوت وراس خير. والله يا اسامه وراس النبي محمد والله اجى طلع على حالته امك جميله. الدار شتيح فوق منها محلوله مبرجه كد اللاعب. بيت كوجينا عندنا والله والله اجوا شوفوا. جانا واحد ذاك النهار بعث هنا راديو مات وقام مستغرب حال فمه الحقيقه. هانوا اسهلوه كلمت لبنان مع الحباش. باهي مدام نحاول نحاول نطلع عليك ولا نكلموا شكون باهي نشوفوا من دار شعبان. طلع لي من دار شعبان الفهري.
باهي مدام، تعبان فارغ غرض بحد المارشي يا بابا، بحد المارشي نحاولوا انه نشوفوا مجتمع مدني والا في السلطه الجهويه انه النجم ينجموا يوصلوا لك. باهي مدام جميله، نعاودوا نتصلوا بك شويه اخر. بارك الله فيك، يعيشك. بارك الله فيك مدام جميل، يزيد لك للخير والبركه. بارك الله فيك، هذا واجبنا. يعيشك مدام. دونك مازلنا مواصلين معكم في غورا، كنا نسمع في حاله اجتماعيه صعيبه برشا مدام فضيلة من سليمان جلخمير. سليمان إن شاء الله نتصلوا بالمجتمع المدني نشوفوا شكون من الجمعيات توا ينجم يعاون مدام فضيلة ولا مدام جميلة اللي موجودة في دار شعبان الفهري. عودة التلامذة لمقاعد الدراسة بعد الفيضانات ورجوع المواطن نسق الحياة اليومية في نابل، كيفاش تشوفوه؟ لأنه الحالة النفسية مهمة برشا في الفترة هذه. نمر واحد على ذمتكم 72-328-500 لكومنتير متاعكم، الميساجات متاعكم نوصلوها على الباش فيسبوك راديو ميتونيزي، وراجعين ما تبعدوش في أغورا.